السلام عليكم خاوتي الزول، تحية لكم الشعب الجزائري داخل وخارج الوطن. مرحبا بمشاهدينا الكرام في قناتكم قناة أوروفينا جديزات، قناة أخبار كرة القدم الجزائرية وخاصة الإفريقية والعالمية ومحاربة الفساد الرياضي بكل أنواعه. ولسنا تابعين لأي طرف، وتحية عاطلة لكل شعوب المغرب، تونس، ليبيا وموريتانيا. حصة اليوم خاوتي معجزة، سأتكلم على رئيس رابطة ما بين الجهات اللي يعني في عام ونص ما قدرتش نهضر عليه، ما على باليش علاه، ما عندي حتى صفقه معاه ولا اثنا، بصح نتبلوكا من بغينا نهضر معاه نتبلوكا. تا قالوا لي السيدي تبع كريري سون بيتي، قال لك السيدي البخور يعطي قتله. قلت لهم سي بو، انا ما قدرتش ندير فيديو اللي في عام ونص ولا عام بغيت ندير عليه فيديو ما قدرتش. اليوم حاب نتكلم عليه، نتكلم على التجاوزات الماليه. جبت لكم ليست عليه واش دار، اللي كنت باغي نهضر على العام اللي فات غادي نهضر اليوم، لان هذا الانسان ما عارفش يعشان ما ادري كاع السينيور اللي جا مع رئاسة الاتحادية واش قال له، ومازال راه يخلط باش يبقى. باسكو انا جاتني معلومات خارج الاتحادية، عندي مصادر موثوقة من اعلى مستوى خارج الاتحادية، قالوا لي اش كاين اش كاين اش كاين. ابون قالوا لي بولفعات راه يتمشى ويدوموندي لو سوتيان باش يغضب لا ليغ اماتير. قلت لهم لا لا، قلت لهم نورمالمون غادي يكمل لا سيزون ويروح. هو اصلا مولفعات نورمالمون يروح مع رومبو ومع شرشابيل ومع علي مالك، لانه لو كانوا يديروا له اوديت في الاتحاد في لا ليغ تاعو كوارث عظمى. واليوم غادي نعطيكم كاع شرح صاري، باسكو على بالي باللي كاين عضو فيدرالي غادي يروح يدير التحقيقات الاسبوع القادم. نتمنى هاد الامور اللي نحكيها اليوم ان شاء الله باذن الله هذا المكتب الفيدرالي يشوف كاش واحد يعرف هذا البيرو فيدرال ويروح يبعث له الفيديو تاعي، باش اوموا من يروح الاسبوع القادم يروح ديريكت بلا ما يغن تاك تاك تاك. اليوم غادي نعطيه كاع لي ديتاي. دروك هذا الانسان كان غادي يروح نورمالمون مع جماعه في نهار اللي جا صادي، ولكن تعرفوا يا في بكي يا في يدمع هذا تاع الحاج بولفعات، يدمع يبكي يبكي عند الناس. منا دخلوا ناس يتباكوا منا، صايب كثرت قلعت علي مالك قلعت رومبو قلعت فلان قلعت فلان، صايي خليه يكمل الموضه تاعو يروح. شاك بريونيون تاع الفيدراسيون بيرو فيدرال يكونوا فيه اللي يقول لهم انا خاصني التكريم، بصح في الخفاء قال لهم بغيت نضرب الاماتير. هو كان في الريجون، من بعد راح طلع كذب هذه انتر ريجون انتر ليغ، ودروك باغي يطلع الاخر سميها لي. قال لهم نقدر الاماتير تاع خرشي اللي كان فيها علي مالك. انا لعبت سمعوا وسمع بها معلوماتي، قالوا لي سمع بها رئيس الاتحاد هذا الكلام، سمع فلور واش تاعو الله اعلم. البارح في المكتب الفيدرالي تاع 27 26 ماي و 26 ماي 26 ولا 26 كنا الاربعاء اللهم نادم كان اكثر و 26 ماي، قالوا يا سي مولفات سي بون خلاص حكايتك وروح راك كبرت ما عادي نروحو بيك. قالوا له سي بون. وعمر العضو الفيدرالي قال له شوف له الامور الماليه، والله العظيم قال له خلص لي زابيت، باسكو راه مطرطق لي زابيت ماش باغي يخلصهم، ما قال لي بيجي لي عنده. اليوم غادي نقرو نقول لكم على الفساد تاعو. واليوم اليوم الخميس قال لهم بلي بوزداد قال لي ريح في عرضك ودير الانتخابات ومنا. انا معلوماتي بلي البارح اخر اجتماع فيدرالي تاعك البيرو فيدرالي ما ديش تدخل باذن الله. دروك دير الانتخابات ما ديش انتخابات، هذه حاجه عاديه روتين، باسكو انا تمنيت يتسبوندا باسكو خارب لها الرحمه تاعها، ما عرفت كيفاه صادي راه راتب لها راه راقد لها كيفاه. من الاخر انا تبان لي هذا الانسان لازم يروح يروح في سيسبونسيون، باسكو هذا طماعين وبغوا يديروا فيه وما غاديش يهنينا. غادي نقولها لكم ما غاديش يهنينا، هذا ما يهنيش الكره الجزائريه، هذا غادي يبقى يخلط باش يقعد ويدير لي زانترفونسيون نابو. نعطوكم بعض الخروقات تاعو غادي نشوفوها، انا مسجلينها. الحاجه اللي غادي كان باغي سيسبوندي عليها هي الطيران الكالندري اللي دارها مخربط، الكالندري اللي دارها بين لبيار وبني تامو تاع النيميرو تاع 6 و 2، باسكو داير كالندري كاتاستروفيك وفيه التخرويط باش يعاون ايكيب على ايكيب بين لبيار وبني تامو. ونوض الحيحة ولا حكى رئيس الاتحاد هذه بسبتة كان غادي تسيسبوندا، هذيك فضيحة. كان كل عام يلعب بالكالندري، ليكيب اللي باغي يطلعها يدير لها كالندري على الكوستو، وهذه انتردي. ونروحوا فواتير فندق العلوي بالجاهل،
الفواتير والتلاعبات فيها في هذه. شوف لو كان يروح لها هذا تاع في دراسه يروح الفواتير تاع فندق العلوي ببجاية والتلاعبات الكبيرة اللي فيه. عفوا هذه كارثة. ثانيتها بني تاما، بني تالا، فندق بني تالا تاع بالعباس. هذاك فيه تاريخ وجغرافيا. حوجي حوجي شاف هذاك، وما ادراك بني تالا. حوجي حوجي حوجي. وتدخين فواتي تاع بلاي اوف، كان يروح يدير في بلاي اوف من انجي، يروح يدير بلاي اوف في بني تالا وبالعباس. علاش؟ زمري يا عائشة زمري، هذيك فضيحة بقى لاقي لها. الإقامة قال لكم القضية تاع اللي سالوك 28 مليون، مازال فندق بني تالا سالوك 28 مليون باسكو فيها كون فلاش، فيها تخلويات، فيها الساعة، ما ندخلوش بقى فيها. أنا في بالي في خاطري ما ندخلش فيها. إقامة بلاي أوف في فندق بني تالا بسيدي بلعباس، علاه؟ باش يكونفلو لي فاكتير ويديروا واحد الصوالح اللي كنقولوا يا حسرة يا حسرة. إقامة الجمعية العامة في بني تالا، قال له عليه كاع الأماكن في ألجي، في الفلاليك، في عفسة، حاجة مونشير، دار تاع ثقافة، يروح يدير الجمعية العامة لاسومبليجان، يديرها في بني تالا، يخلص على الناس لي زوتيل، البريستيج، ياكلوا في ظهرها. هذه تبدير المال عام مسيو صادي. الأدهى والأمر إقامة مكتب رابضة، بيرو رينو تاع لاليك، يديرها في بني تالا. أو فهمت عليها. أعضاء المكتب ينتقلوا تماك بالعباس من أجل مكتب رابطة. هنا حاجة أنون، هو عنده المقر تاعو في ألجي. التعالف في محاضر لجان الانضباط لي كوميسيون تاع الديسيبلين، ومن يدفع اكثر تخفف له العقوبه. هذه قالها لي شامل واحد، قال لك نريقلوه ينقص لنا لي سيسبونسيون. صح. فضيحه الويكلو الشهيره اللي حرم جيجل من الصعود العام اللي فات من كان كونكيرو مع ديك ليكيب تاع قبيل اخبو. على بالنا بلي سطيف كانوا رايحين يلعبوا في بيايا، وسطيف ما عندهمش الشعب، اتحاد سطيف ما عندهمش الشعب، خدموها مع لي ديجون تاع سطيف وديليغي، بعثوا مسيو بولفعات وقالوا له قول كاين في ميجان ومنا منا. لاربيت كان داخل في الفيستير، داروا له قالب منا في ميجان منا، جا هذاك تاع سطيف ديجون تاع سطيف هذاك اللي دار يهضر في التلفزيون، قال لهم اسمح لنا الرئيس، اسمح لنا الرئيس، اسمح لنا اسمح لنا، يدير في القوالب. لاربيت امنها كتبها، هما اصلا سطيف ما عندهمش الشعب، باسكو السيمانة الجاية مول سطيف هذاك تاع بجاية كاين سطيف يلعبوا مع جيجل، وجيجل عندهم الشعب سون بيتي، أما لا جيجل راه لعبوا ويكلو في سطيف. هنا باش يخدموا الكونكيرون تاع 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 جيجل تاع الطلعة. واضحة هذه فضيحة بقلاقلها. وين نروح بيك؟ فضيحة لاكاس، لاكاس لاكاس اللي يجي هذيك تاع المصاريف تاع الرابطة، تاع قهاوي تشري قاطو منا، يجيك انفيتي منا. حنا لعبنا جينيرالمون يدوز جملين في الشهر، هو يدي 20 مليون، كي هاكا مصروف تاع السيد العام، هو 80% يروح في جيبه، ويبدا يخدم في لي بون هادوك وخد خليط، وبالسبوع دراهم تخرجوا لي بون وديرهم في جيبك، بلي غادي ندير هكذا وما يروحو كاع في الجيب. هادي تاني فضيحة بقى لا قالها. فضيحة الإجازات تاع خاوتنا تاع بوسعادة، مازالوش معنا خاوتنا مع بلي عندي صحابي بزاف بوسعادة، لكن العام تاني بوسعادة ما يستاهلوش الإجازات، ياه. وخروض عطا عملها. هذه تاني فضيحة بقى لك لها. غير ديك حديثة كارثة. الضعف تاعو استقال منذ حوالي 3 أيام، الاثنين اللي فات استقال، باسكو خاف بلي كاين المارطو راه جاي، هرب بجلده، هرب بجلده. على بالو بلي المطرق راه جاي، وهو برادر تاعو في الخط خليط. بلا ما ننساو بلي مسيو 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 بولفعات بلي ننصحك في سبيل الله بلي غير خرج وجبد روحك وريح في دويرتك، ولا روح في فاكونس كوم دابيت فرنسا، ودور عند صحابك لي بريزيدون راك تعرف شويه اورو هذيك لازم تستعن تعاونوك، روح ريح في فرنسا عيش حياتك كيما غادي تخلص عليك كيما السابقين. على بالي بلي مازال راك تجري وندير اماتير ونعاود نترشح ومنا كاين تاكي داك كرنوس. دونك حنا قلنا لكم اللي كاين، تبغي رئيس الاتحاد على الاقل خرج معك راجل وقال لك خرج من الباب الكبير وندير لك طارطه وميداية وشكيل، بصح انت في الواقع راك كونتر هذه المقوله تاع صاحبي. ابلا تحمل مسؤوليتك، اذا ما طبقتش واش قال لك رئيس الاتحاد فسنكون نحن هناك بالمرصاد، انا نعيش معك في اليوتيوب في لي ريزو سوسيو في مواقع التواصل الاجتماعي نعيش عليك. كاين صوالح اخرين مازال ما جبتهم، أما نصحك بشي بالفات عاش ما عارف قدرو، راه عطاك اوكازيون باش تخرج من الباب الكبير،
ما تعطيهاش، الا عطيتها انت غادي تخلصها غاليه. غير انسان تقدر اماتير وتقدر انت ليك، شور دارك، ريح مع وليداتك، وبقى انسان عضو في هذه الجمعيه عامه، الناس تقادرك، ما غادي انت خبلت لها جدها. انت يا البيع والشراء عندك عادي عادي، كاين تا وكرنوز دي كاميكاس. نتمنى لك ربي يعطيك الصحه والعافيه، هذا والله ما نتمنى لك الشهر، ولكن تفضل روحك احسن. ولا خاطر الحمد لله، هذا النهار يا ابو الفهد الحمد لله، ولكن ابو الفهد مولك رسميا انتهيت. تبغي تزكر في روحك زكر في روحك، انت الخاسر. تحيه لكم خوتي، 1 2 3 فيفا لاجيري.